يا مرحبا بكم، وياكم الشيف بدر. واليوم بنتكلم عن فن صنع سندويشات الجبنة. السر في الموضوع انكم تستخدمون افضل واجود انواع الجبن في سندويشاتكم، وعشان شي جبنة مزدم من فريكو الخيار الافضل، واللي مميزة بطعمها الكريمي ولونها المميز، واللي محضرينها بمعايير خاصة دقيقة بإيد محترفين متخصصين. بعد ما تجهز الجبنة يخزنونها بغرفة خاصة بدرجة حرارة خاصة عشان تحافظ على شكلها ومذاقها الطيب، واللي تخلي تجربتنا بتحضير وتناول السندويشات تجربة ولا أطيب. انتظروني في 3 وصفات ولا أروع، بشارككم أحلى اللحظات وأطيب السندويشات مع جبنة مزدم من فريكو. جربوها مع أصدقائكم وعائلتكم. نشوفكم على خير.